مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا كسكسي جربي بالحوت. طلبت منكم انواع الكسكسي المعروفه بالحوت، يعني كل واحد كيفاش يعملها على طريقته حسب المنطقه. ما شاء الله افحمتوني وفرحتوني، مش نورمال اللي عندنا وصفات بالطريقه هذه. اللي قال تونس هي بلد الالف طبق غلط، خاطر هي يمكن بلد المليون طبق واكثر. ما شاء الله عندنا تنوع وثراء مش نورمال، ما تصورتش اللي عندنا. تصوروا انتم حوت كسكسي بالحوت بالسمك اللي متسمي على تونس، وصعيب برشا تلقاه في دول اخرى. هذاك علاش طلبت من توانسه وكيفاش يطيبوا الكسكسي بالحوت وحسب المنطقه نتاعهم. شفت كل مره ان شاء الله باذن الله الكسكسي الهلالي، قصر هلال، المستيري، المساكني، البنزرتي، الساحلي، الكل انواع الجربي، انواع الكسكسي اللي قلتوا لي عليها باذن الله باش نجربها. اما كل مره معني مش كل يوم نطيب كسكسي بالحوت، لكن كل ما تجي فرصه باش نطيب كسكسي بالحوت ناخذ الوصفه. قيدت الوصفات نتاعكم بسميكم باذن الله، كل ما نجي نعمل وصفه نجبد الكومنتير اللي خديت منه الوصفه. الكسكسي الجربي لقيت تقريبا 5 طرق يعملوها، 5 من الناس قالوا لي على 5 طرق مش كيف كيف باش نسميهم باذن الله. وفما اللي سالتهم انا اعطوني حاجات اخرى ما قالوا ليش عليها اللي في الانستغرام وفي اليوتيوب. هذاك علاش باش نحاول نرضي الجميع. اول واحده اللي اعطتني وصفه مفصله ربي باكلها تونيزيان ريم ربي باكلها، وايا مشكل ان شاء الله ما نكونش غلط في اللقب، ايسيا ورداني ولا وردارني حاجه هكايا، سامحني ان شاء الله ما نكونش غلط في اللقب. فيزا ميميتا، وفي الانستغرام اخت مسميه روحها مفليه، ما نعرفش شنو الاسم الحقيقي، مش مشكله، المهم ان شاء الله تكون تسمع فيا وان شاء الله كلكم تسمعوا فيا وربي يبارك لكم واحد واحد. الوصفات اللي عطاوهم لي نخليهم لكم بالتعليقات في الكومنتات نتاعهم في اخر الفيديو، شوفوهم. كل واحد عطاني الوصفه نتاعو بخلاف انا اللي زادوني. الوصفات نتاعكم تقريبا متشابهه، لكن اللي قال اللي سالتهم انا يحطوا القرع الاحمر، انا في بلاصه القرع الاحمر ما لقيتوش، عندي جمعه ولا اكثر ما لاوش القرع الاحمر. كي سالت قالوا لي صعيب برشا تلقاه، دونك عوضت بطاطا حلوه، خليت كعبه بطاطا حلوه. والحمص فما شكون يعمل بالحمص، اما انا مش باش نعمل بالحمص. الطماطم الكعب، مش الكلكم قلتوا لي طيبوا بالطماطم الكعب، باش نحط الطماطم الكعب. السفناريا هوني راهو ما يجيش بالسفناريا، ملينا نحط على خاطر بنتي تحب السفناريا في الكسكسي على خاطرها. هوني عندي الحوت البوري، خذيت الحوت البوري من هنا، وخذيت 300 غرام كسكسي خذيته باكويت، كسكسي باكويت 300 غرام كسكسي. اول حاجه باش نبدا بها هي المقفول، شنو باش نحط فيه المقفول؟ باش نحط فيه الخضره تقريبا، راس البصل شطره في المقفول والباقي مع الحوت، جوست باش يبنن لي هكايا. بسم الله. عندي هوني زوز روس نتاع الحوت من الوصفه اللي فاتت خبيتهم، باش نحطهم هما اللي باش نفوح بهم، والا الحوتات نتاعكم اللي باش تطيبوا بها هما اللي تفوحوا بها. يعني باش نحط الخضره نتاعي، البطاطا الحلوه والبطاطا العاديه، قرن الفلفل يا تقليوه يا تقليوه من الاول، باش نحطو القلي هنا من الاول، ونحط الزيت ها هاكا، حطيت تقريبا هكا زيت، ونحط له ملح. وفلفل اكحل هكا، ونحطو دوب ما يتقلى شويه على النار، ومن بعد باش نزيدو الطماطم. ومن بعد نجي للحوتات باش نقصهم، نقص كل كعبه لاثنين، وباش نفوح الحوت باش نفوحو بالثوم. والملح والتابل، وشوية كركم، فلفل زينة، وهريسة عربي.
والفلفل الاكحل، والكمون، وشوية طماطم معجون. هكا ونقص عليه البصل والمعدنوس، نحط له شوية زيت الطماطم تنجمو تحلوها في الماء. هاكا نورمالمون تخلطوه مليح وتخليه يتشرب شوية. نقص الخضرة اللي باش نحطها، ان شاء الله ما يتغشوش عليا كي عملت حاجة هكا غالطة ولا زايدة ولا اول مره وعمري ما ذقته وجاتني برشا اراء فيه، دونك ما تحكموش عليا. وهذا المعدنوس، المعدنوس باش نزيد، فما شكون قال يحط شويه، وفما اخت قالت لي حط ربطه معدنوس والا زوز قطط صغار، هذاك علاش باش ياخذ خاطرها ونحط المعدنوس. البصل والبطاطا والحوت يتخليو في الزيت، وطبعا باش نقص الطماطم. نجيب السمك ونحط فوقه الجو هذا الكل. ريحة البصل والمعدنوس والطماطم حليها مع بعضهم. بسم الله طوا نخلطهم باش ياخذوا شويه من هيك الفريح نتاع الحوت هكا، ومن بعد ناخذ الكسكس ونحط هيك الخضره هذيك هكا، خليت شويه من الفريح، هي اللوطة وفوقها الحوت. هاهوكم تقليو دوبة شوية، وباش نفوح طوا اللي في المقفول حطينا كان الملح والفلفل الأكحل والزيت، باش نحط شوية كركم، شوية مش برشا نكتة هيكا، سينو ما تحطوش جملة يعني. فلفل الزينة، حاول مانيش باش نحرحرو على خاطر بنتي كي العادة، وهريسة عربي ما تحبش الحار انت، نحب الحار هاي ها باش نحرحرو الماك. والتابل، الكمون مانيش باش نحط في المرقة، باش نحط الثوم. خاطر الكمون باش نحطو في الكسكسي بيدو باش ما يسيبليش المرارة، تحبوا تحطوه في المرقة حطوه في المرقة يعني ما يقلقش هكا ولا هكا. وطماطم معجون مغرفة هكا تقريبا يزيا، طماطم معجون مش لازم برشا، ونحط طبعا نقليهم ونصب عليهم دوب شوية ماء، دوب ما يتقليو هكا طرف نصب لهم الماء سخون ونخليهم يغلي. ها هما قاعدين يتقليو باش تذوب الطماطم الكعب اللي حطيتها. ها هاكا خلي حتى الطماطم هذيك تذوب شويه بشويه، نحط على نار متوسطه، نصب هكا شويه ماء ربيع كيس. هوني توا صبيت إترامي بالضبط، حطيت إترامي بالضبط، دوما تبدا تغلي
وهكا الفلفل يبدا يربخ هكا شويه، معناها مشيتي بشويه نهبطه لهنا، هبطت الروس نتاع الحوت باش ما يتفتتوليش من الاول. اول ما يبدا يغلي نرمي الروس نتاع الحوت باش يسيبوا النكهه نتاعهم في الصوص نتاعنا، ونمشيو طبعا نحضروا الكسكسي. الكسكسي عندي 300 غرام تقريبا كسكسي، 320 غرام حاجه هكا وزنته باش تعرفوا على خاطركم. نحط الملح، والكركم، والفلفل الأكحل، رشة صغيرة خاطر حسب ما قالوا اختياري يعني، والكمون مانيش باش نحط في المرقة، ما باش نحط في الكسكسي، جفت شوية زادة هكا. ونحط له زيت زيتونة، بسم الله. تقريبا مغرفتين كبار زيت زيتونة. هاكا الماء دوما نشلل به يدايا، سخون راهو، انا يعني يدايا نستحمل راني ساعات. هاكا نحركو بالسياسة باش ما نعجنوش. هذا مش كسكسي ديري، راهو كسكسي شارع. هكا هاو خليها كيكة حتى يتشرب. لهنا باش نعطيكم زوز حلول. الحل الاولاني انك تعمل زوز مقافل وكسيكس، معناها تخلي الكسكسي يفور وحده في مقفول اخر، والحوت يفور وحده في مقفول المرقه مثلا، ولا العكس. انا نحب الكسكسي ياخذ لي النكهه نتاع المرقه الوطنيه، ونحب الحوت والشيء اللي فيه يهبط الماء نتاعو في المرقه اللي باش نطيب بها. معناها باش نطيب الحوت الاولاني يهبط المرقه نتاعو في وسط المقفول، اول ما يطيب الحوت تقريبا 15 دقيقه ما يقعدش برشا خاطر ما فيهش روح الحوت، وما نخليوهش يتهرى. نحي اكلي في المقفول نحطه في طبق ولا صحن باش نجم نعاود نسخنه من بعد، وهو بيدو الكسكس باش نحط فيه الكسكسي. سهله برشا هكا الحكايه. المقفول بتاعنا ها هاكا غلي، نهبط قرن الفلفل ونرمي رأس الحوت ونحط الكسكيس نتاع الحوت. هو قاعد يتفور، والريحه والريحه والله ما نحكي لكمش على الريحه البنينه قديش تدوخ، ما شاء الله ما شاء الله. باش نغطيه توا بالخطام من فوق باش يطيب لي الكسكسي، وفي نفس الوقت ياكل الباخ هذاك يعاود يرجع يهبط اللوطه للمقفول. كي غطيت عليها وكلونه بدا يتبدل من فوق معناها يطيب فيسه، وما شاء الله قاعده التعليقات قاعده تجيني. توا جاتني تعليق باسم مهدي حمروني، اكيد معناها الكونت مش ما يكونش مهدي. واسم زوجي جنتي ما نعرفش اذا الاسم كيف كيف، سميره توري وزهره بين، ربي يبارك لكم يعطيكم الصحه واحد واحد واحد، الله يخليكم ويفضلكم. فما تعليق منهم عجبتني ياسر، طريقه خساره كان فقت بها قبل راني عملتها، عجبتني فاست البطاطا تتفور ومعاها قرعه اخضر وقرعه احمر يظهر لي، تحطهم دي غونديل هكايا، عجبتني على الاخر. فاز ان شاء الله المره الجايه نعملها، نعاودها نعملها بالطريقه هذيك. وفما شكون قال الصوص ما تحطش فيها البصل، وفما شكون اللي قال لي الصوص تحط فيها البصل، انا حطيت فيها البصل وندمت من بعد، قلت ما كرنيش راني جربت شفت معناها الصوص بلاش بصل شنو تعطي. ما يسالش، هنا نتعلموا وهنا تو نجربوا، مادام ربي مطوى في انفسنا انا قاعدين نجربوا. توا هو هبطتو صيي طاب، اردو بين الحوت ما يخليوش اكثر من ربع ساعه ولا 12 دقيقه ما كانش يولي شايح يشيح بالكدا، معناها يهبطك الماء نتاعو الكل يشيح بالكدا. دونك هذا ها هو كصيي طاب باش نحطو لهنا، ومن بعد نحط الكسكسي لهنا. انا هوني باش نغش شويه، نجي نلم هكا بالبابيي ونحي كل المعدنوس تقريبا هكا، ونحط الكسكسي فوقهم. بسم الله نحركوه هاكا، شرب
حلوه من بعضه. حطوه طاو يتفور. راني هبط البطاطا باش بتدوبليش، هبطها من قبل ما نهبط الحوت. هوني قصيت دي ترونش تاع قارص، قالوا لي يتحط القارص فوق الحوت ويتاكل الكسكسي. الحوت نتاع الكسكسي هذا يتاكل بالقارص. وطاو الكسكسي نخليه 20 دقيقه يتفور تقريبا، 20 دقيقه نخليوه يتفور بعد ما بليناه وخليناه يرتاح. لهنا هبط نحيت البطاطا الحلوه ونحيت روس الحوت باش ما يتفتفتليش ويخرج لي الشوك نتاعو في الصوص. والبطاطا هذيك من قبيله نحيتها، والقرن فلفل اللي كان طوى رميته خاطر قريب يكمل يتفور الكسكسي. باش نهبط الكسكسي نسقيه وحضر الكسكسي نتاعنا. وطوى تعديت 20 دقيقه على الكسكسي. طاب صيي والمرقة ها هكا، هذا اش قعد فيها خاطر فيها البصل باش والثوم باش نصفيها والطماطم باش نصفيها باش ما يهبطوليش يفسدولي المنظر نتاع الكسكسي. وكما قلت لكم الكلهم يختلفوا في طريقة الطبخ نتاعو، فما شكون يحط الخضرة من فوق، فما شكون يحطها ملوطة. بسم الله. خليه يتشرب شوية وبعد نجي نخلطه. هكا هاو طاو نخلطوه. بسم الله. وإذا نقص نزيدو بالطبيعة. نزيدو هكا رشة. أنا ما نحبوش الكسكسي شايح برشة. والريحة تبارك الله تبارك الله. هكا يا نخليوه يرتاح تقريبا 5 دقائق ومن بعد نعاودو نحيروه ونحطو فوقو الخضرة متاعنا والحوت وكل شيء. ما نجمتش نقدر نستنى على الريحة والبنة هذيا، ذقتو راهو بنين بنين يهبل. أمال شنو واش قولك؟ أمال ذقتو زيدا شنو قولك؟ بنينة كهول بنينة 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 بنينة. هيا بيه نغرف لك ميلا. أنا بنينة مي. أي بنينة نغرف لك ولا ما تحبش؟ أنا حب برشا حب ميل. تحب برشا ميلة؟ ليه بنين بصراحة ياسر بنين فغيمون ما شاء الله. برافو برافو ليكم على الوصفة. وطوا نحط عليه الفلفل حلو على اثنين، نحطه هكا فلفل. البطاطا الحلوة في بلاصة القرعة. وهو الجو هذا الكل. واللي بقى من هيك المرقة. بسم الله. نعمل له ضربة هكا. هاكا جات المرقة ما شاء الله قد قد. ونحط القارص على الحوت هكا. وهذا الكسكسي متاعنا ها هو حضر. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. نخلي لكم توا في اخر الفيديو التعليقات نتاع الوصفات الكلها نتاع الكسكسي الجربي اللي عطاوهم لي البنات، نحطهم لكم في اخر الفيديو. اللي يحب يجرب يجرب على روحه ويعطيهم الصحه ربي يبارك لهم. ياسر بنين وياسر مزيانه الوصفه، عجبتني على الاخر وبإذن الله ماهيش اخر مره باش نعملها باش نعاودها، اما بعد ما نجرب برشا وصفات اخرين. روعه 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 الكسكسي. انا وبنتي ما شاء الله قضينا على اكثر من شطر التبسي تبارك الله. بنين 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 على الاخر. حاجه واحده البصل حسيته نقص طيب. اذا تحبوه ذابل بالكدا حطوا البصل والطماطم والمعدنوس قبل الحوت، والحوت فرحوه جوست ملح وفلفل اكحل وثوم. حطوا الخضره
تتفور تقريبا ربع ساعة، وبعد ربع ساعة ثانية حطوا فوقها الحوت باش يكمل يتيبي تفور الحوت زادا معاه. نتصور كي يجي ذاب الاكثر خير، وفما ناس يحبوه يتقرمش هكا، هو فيت مش يتقرمش يتقرمش، اما هاوك هو طريره هو هاوك. امين اما حسيته كبير برشا ومطعمه معناها قوي، حسيت المطعم نتاعو قوي دو تيل فاسون. الكسكسي وحده ابن تحسه وحده يتاكل ابن. ماهيش كستيتك عجبك انت يا ملا؟ كسكسيتك انت صحة البنتي، صحة وفرحة. اما راهو بنين يا جماعة، راهو بنين 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 بنين، قد ما نقولكم وشوية يعطيكم الصحة نعاودها ألف مرة، وما نكفيش وما نوفيش. ربي يبارك لكم الناس الكل، وفي الأمان.